كابتن شريف، تعادل كنا نتمنى مكسب. الحقيقة الأهلي يهدف ضربة جزاء ويعود للمباراة ويتعادل ويتقدم بهدف جميل لحسين الشحات، ولكن كان على الجهاز الفني أن يحافظ على المكسب، ودي اللي دايما احنا بنتكلم فيها. لازم اللعب يتجمد واللعب يبقى فيه انت المسيطر عليه، انت ماسك زمام الامور. انا في سؤال بس، حمدي فتحي اكيد ده متعور، اكيد محدش اتعرض له خالص النهارده في التغيير. يعني انا قلت هيطلع بيرستاو ويجامد نص الملعب، يلعب بثلاثه في نص الملعب ويحافظ على الفوز، ولكن التغييرات كلها بقت مكان بمكان، حسين بحد تاني بيلعب قدام، باك رايت بينزل مكان باك رايت، يعني قصدي مكان عبد المنعم، تغيير اضطراري. فانت كان عندك سيناريوهات كتير قوي النهارده، الظروف خدمتك في الشوط الثاني بالروح بالقتال بالامكانيات اللي عندك. انت كنت الافضل الشوط الثاني، يعني بالامكانيات اللي عندك هم خلاص يعني جايبين هدف وبيحاولوا يستنفذوا الوقت ويطلعوا بهذا، حتى لو تعادلت كويس هو ده اللي كان بيدوروا عليه، ان هم ما يخسروش في القاهره النهارده. بالظبط سيناريو بيبحثوا عنه يعني، ولكن انت جات لك الفرصه انك تكسب حقيقه، فكان لابد ان تحافظ بنص الملعب ده على اكتر عدد من اللعيبه، ما يفضلش مروان عطيه لوحده، هو وديانج شايلين الحكايه، وعلي معلول و بيرسي تاو بتتمنى ان هو يكون في يعني في قمه ادائه او في قمه حالته البدنيه او مطلوب منه حاجات كتير قوي. ومباراه زي دي مصيريه، يعني انا يعني اعتقد ان انا كان لازم العب براس حربه صريح يعني، ودخول راس الحربه الصريح بالنسبه لك كان متاخر جدا برضه. فظروف في الشوط الثاني الاهدار ضربه الجزاء اجلت حاجات كتير قوي، الى انك عدت بهدف عبد المنعم، ووضح لينا ان حارس المرمى بتاعهم ايمن شوي قوي، اي حاجه بتروح في ناحيه الجون بتخش. يعني ده لو حاجات دي احنا ذاكرها باذن الله لما نروح نلعبهم هناك، ده نقطه ضعف برضو ضمن نقاط الضعف الكثيره اللي موجوده عندهم، اللي هي بتسمح لك ان انت يبقى عندك فرص كتير لو نظمت ضغطك عليهم. انت ما اختبرتوش اساسا يا كابتن. انت ما اختبرتوش اساسا، والوحيده اللي راحت بين ثلاث خشبات راحت يعني، والثانيه راحت برضو على ايوه بقول لك انت ما فيش اختبارات عليه تبينه يعني. انا بتكلم عن المباراه بقى اللي هي هتبقى موجوده هناك، انت عندك شواهد النهارده ان الناس دي بتعرف تلعب باص 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 في الرجل، ده امتى بينجحوا ينقلوا الكوره بسرعه كده ويعملوا، لما انت ما عندكش تمركز ليهم او سايب الارتياحيه ليهم، هم بياخدوا خطوه دايما منك يستلموا فيها، يكون في لعيب تاني بيتحرك يروح حاطط له الكوره، عندهم سيستم بيلعبوك بقاله كام سنه. ده الماتش ده مش بالنسبه لي اول مره اتفرج عليه النهارده، انا بتفرج على الفرقه دي من يوم ما لعبناهم وهم بيلعبوا نفس الطريقه، ما بيغيروش الطريقه خالص. انت الشكل عندك، التكتيك اللي كنت بتلعبه قدامهم كنت دايما بتلعب بثلاثه في نص الملعب، اللي هو كان سوليه وحمدي فتحي وديانج، وكان لحد ما انت بتتحكم في امام في زمام الامور. ف النهارده هقول للنادي الاهلي الشوط الثاني اديته ما عليكم الحقيقه، اديته فيه ضغوط نفسيه عليكم انك تطلع، وانا قلت لك لو احنا تعادلنا النهارده بهذا الشكل اللي احنا كنا فيه والتاخر اللي بيحصل في الشوط الاولاني اللي حصل في الشوط الاولاني احنا هنبقى راضيين الحقيقه، ولكن انت كان برضو في ايدك الفرصه انك انت تقدمت 2-1 وبتعرف تتواغل معاهم وبتعرف تخش في وسطهم، وبتعرف لما بيبقى عندك النحرره ويبقى عندك الروح والتركيز وانك تمسك كورتك وتلعب، ما انت قاعد ترقص فيهم اهو، وبتخش جوه ال 18 ومحمد شريف بيلم فيهم ويصلح ويجي علي معلول يشوط وعبد المنعم قبل ما يطلع بيشوط، يعني عندك شراسه وعندك انياب انت بتظهرها بتبين في اي وقت انك انت ممكن تجيب جول الطبيعي بتاعك يعني. لما بتكلم انا واسامه، قال لي دول يعني يعتبر النادي الاهلي دي اقوى فرقه في افريقيا، كويس؟ لما بتلعب لعبك العادي صن داونز والاهلي من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا الحقيقه يعني، هم شكلهم حلو، برازيل جنوب افريقيا دول، برازيل افريقيا دول شكلهم حلو الحقيقه، وبيلعبوا وعندهم امكانيات وجايبين لعيبه كويسه جدا، اثنين ثلاثه لعيبه مضافين ليه، عندهم كوره جيده وبيستمتعوا يعني، هم بينزلوا على حسب تعليمات الجهاز الفني بتاعهم،
بيأدوا كوره جيده وعندهم سرعات وبيستمتعوا في الاداء. وخلينا نعترف ان في امكانيات وفي فرديات بتبقى موجوده في فرق احنا بنلعبها عاليه. دي من الفرق العاليه اللي موجود فيها كوره تتفرج عليها كوره جيده وكوره كويسه وتهدد في اي وقت. انت اديك شايف الراجل عنده من البرود ان الكوره لما ترجع في العارضه ما بيرجعهاش ثاني. ها لا أيوه. بيروح لامم الكوره وبعدين رايح وحاطط قوته كلها وشايف ما دي كلها ايجابيات بالنسبه لهم هم كلاعيبه وكفرقه. والفرقه كلها الحقيقه ما فيهمش حد وحش الا الاثنين اللي في العمق اللي بيتفلسفوا أيوه. ورا دول مع حارس المرمى مش قد كده برضه. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل النهارده انك انت تتعادل وتقدم مباراه في الشوط الثاني ده شيء جيد. شيء جيد اللي جاي ان شاء الله. بس عليك بقى مسؤوليه كبيره في المباريات اللي جايه. لازم تحافظ على ارضك هنا وتبتدي تلعب على شكل بدايته كانت المباراه بتاعت الشوط الثاني النهارده. انت النهارده الشوط الثاني شايف لعيبه شايفه بعض ما اعرفش ايه، لعيبه عايزه تركز، لعيبه عايزه تجري، لعيبه، ولكن الهارموني كله او البيلت اب او الشكل الهرمي اللي بيلعبوا بيه فرقه سان داونز انت مش متعود بقالك فتره على حد بيلعبك كده. المباراه اللي خسرتها في الهلال، ما الهلال كسبك بفاول يعني بضربه ثابته، فما كانتش مباراه فيها اي اداء حاجه تانية من اي فرقه تهددك في اي حاجه الا الفرقه اللي انت لعبتها النهارده دي. فهارد لك الفوز ومبروك على الولد بجد. يعني انا مبسوط ان احنا خرجنا من المباراه دي سلام لحد ما، ولكن كنا نتمنى طبعا ان يكون في فوز ويحط 3 نقاط يعني. صحيح.